الأعزاء أيها الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته. في البداية وبصفتي عميدا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بمكناس، أرحب وأشكر جميع المشاركين في هذه الندوة العلمية التي ينظمها مصدر سبير المنازعات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذا المصدر، وخاصة منسقها الأستاذ بسدي المراني علوي الذي عودنا على تنظيم العديد من الأنشطة منذ سنوات، فيستدعي لها الكثير من أهل العلم والفكر، مما لا شك أنه يساهم في الإشعاع العلمي للمؤسسة. كما أشكر اللجنة المنظمة تحت إشرافه على حسن اختيار الموضوع، وهو موضوع مهم نظرا لأننا نلمس ونسمع ونرى الكثير من المنازعات التي تؤثر سلبا على سير المؤسسات والمجتمع ككل. فلا شك أن مداخلات هذه الندوة التي تجمع بين علماء الشريعة والقانون ستخرج بنتائج قيمة، لعلها ستساهم في حل الكثير منها حتى تحقق النتائج المرضية في المجتمع. وأخيرا أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المؤتمر، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.